نحتاج ورق، نحتاج ورق، نحتاج قلم، نحتاج مقص. نرسم دوائر، 6 دوائر. بعدها نشكل البيضة. الضمير مثلا، تكتبون مثلا هنا جو، نكتب هنا مثلا جو، جو هنا سوي، جو سوي. الفيرب اتر، سنكتب هنا إيل و آل، سنكتب إيل آل، إيل و آل معاها إيل. Thank you.
بعد هاتشو بكتيرينا هذه الدوائر ويبحث عن كل ضمير مع مثلا عندي صام فيبحث على نو يبحث على نو ويركبها هكذا نو يركبها هكذا فعلا جو سوي يضع جو سوي فوق جو سوي ما يقدرش يدير إلو آل فوق جو سوي يرتب الروح وخليه يرتب الروح وأخدمي له هذه الفكرة وخلي طبقيها ثاني مع الفيرب أفواغ هذا الفيرب أتخ مثلا جو سوي راح تتهكذا راح يعودوا هكذا تديريه تبع عصريهم مثلا وديري مثلا أعطيه هذه إي راح يبحث لك على الضمير مثلا يبحث لك على الضمير وسط لاحظ معي راح يضع لك هذه إلو آل إي معاه فهمتوا هكذا باه يشفى مليح يتذكر زين يبحث توري له سوي تقولي له سوي يبحث لك على جو وراح يحطها مع جو هكذا ويحطها هكذا طبقيها ثاني مع الفيرب افواغ يبحث لك مثلا توري له هذه او اس راح يبحث على تو راح وراح يحطها مع الاو اس طريقة البيضة هي رائعة ايضا توري له صام يبحث لك على الضمير برونون بيرسونيل نو راح يدير لك نو مع الصام راجعوها جيدا فكرة رائعة ايضا فوزات وري له ات يضع لك فو يضع لك فو وري له صام يضع لك إلو آل أفيك أس و آل أفيك أس صو إذن راح نقراوهم جو سوي تو إي إلو آل إي نو صو فوزات إلو آل صو طب نمروا أيضا مع الباب avec S R avec S شنديرو بون ايضا راح تبعث لهم لو هكذا تقول لابنك توريه هذه شي طحنة راح نجبد لك هذه مركبة إلو R avec S بون راح توري له هذه شي طحنة أبي طحنها فو راح يضعها ايضا كل ما ينجح في واحد شجعه كل ما ينجح شجعه افو شبه مع افو راح يفهمها راح يركبها بعفرين وخليه يقرره وريله ا شبه مع ا الو ال ا الو ال ا وريله تشي Nous avons
أحد لكي يرتفع في يومك رغبتك الأقوى بالتوفيق لجميعك.